بيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الصحافة اليوم، واللي بنتناول فيه بالقراءة والتعقيب أهم العناوين والمانشيتات بالإضافة لمقالات الرأي والأخبار الصادرة في صحف ومجلات اليوم الخميس 20/10/2016. مشاهدينا، اليوم مع حضراتكم بنطالع العدد الجديد من جريدة روزا اليوسف، ويسعدني أن يصحبني في هذه الجولة الصحفية الكاتب الصحفي ورئيس القسم السياسي بروزا اليوسف الأستاذ أيمن عبد المجيد. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. خلينا نستهل جولتنا الصحفية مباشرة من الصفحة الأولى، وتحديدا تقرير عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة ريتشارد بارتليت. بنقرأ الخبر، تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول فيه: مصر حريصة على العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا وترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. يعني في البداية عايز أعرف من حضرتك قراءتك الصحفية لهذا الخبر. هو بالفعل التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهذا اللقاء هام جدا من حيث التواصل مع المؤسسات العلمية والنخبة المثقفة ولتعرفهم بحقيقة ما يجري في مصر. فمثل هذه الجامعة الرئيس تحدث عنها جسر تواصل ما بين مصر وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقات ما بين مصر وأمريكا علاقات ودية يشوبها بعض الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأحيان، ولكنها سياسة مصر الخارجية الآن الانفتاح على الجميع، لا استقلال تام بالقرار، لكن لا تبعية لهذا أو انحياز لشرق أو الغرب. فمصر تتبع سياسة التواصل مع كافة القوى شرقا وغربا عربيا ودوليا وإفريقيا ووفق مصالح مشتركة ووجهات نظر توافقية حول القضايا الإقليمية. هذا لو سألت حضرتك يعني لماذا هذا التوقيت بالذات؟ هل لي دلالة معينة في هذا التوقيت من الزيارة؟ لا، هو في بشكل عام في تواصل الرئيس من آن لآخر يجري حوار مع صحيفة دولية، يلتقي مع مسؤولين سياسيين، والآن لقاء مع مؤسسة فكرية في مصر، أساتذة جامعات. هؤلاء الأساتذة لهم تأثيرهم في يعني النخبة العلمية والمراكز البحثية في أمريكا. عندما يتم اللقاء بهم والإجابة على طرح استماع لأسئلتهم والإجابة عليها وتوضيح موقف مصر سواء من الإصلاحات الداخلية أو سياستها الخارجية وموقفها من أمريكا، ده مؤكد هيزيل اللبس عند البعض ويسهم في الدبلوماسية الناعمة. سيكون جسر تواصل أفضل ما بين مصر وأمريكا، قائم على معرفة ولقاء مباشر. إذن هو جسر تواصل قائم على معرفة بين البلدين مصر وأمريكا. إحنا لسه مع الصفحة الأولى، ولكن هنروح لتقرير حول جهود الحكومة في السيطرة على ارتفاع الأسعار وكمان توافر السلع بالأسواق. بنقرأ الخبر، تصريح لوزير التموين بيقول: الدولة نجحت في وقد فتنة القمح والاحتياطي الاستراتيجي من السكر والأرز. كمان الحكومة تدرس زيادة دعم البطاقات التموينية. يعني عايزين نعرف من حضرتك الإجراءات اللي يجب أن تتخذها الحكومة من أجل فعلا السيطرة على ارتفاع الأسعار في السوق. أول حاجة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، هناك خطة طويلة المدى وقصة قصيرة المدى ومتوسطة المدى. متوسطة المدى الضرب بيد من حديد على المحتكرين، العمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع التي تمثل أمن قومي غذائي، وهي سلع تتحدد بالأساس في القمح لأنه يرتبط برغيف الخبز، وده حاجة سلعة أساسية للمواطن البسيط. السكر والزيت والأرز، هذه سلع أساسية يجب أن يكون هناك مخزونا استراتيجيا لا يقل عن 6 أشهر، بحيث لا تحدث فجوات ما بين حاجة السوق والمعروض في المتاجر والمنافذ التموينية، بما لا يكرر أزمة مثل أزمة السكر. هنا الوزير تحدث عن وقت ما اسمها بوقت او وصفه او بحسب تعبيره
وفتنة القمح. إذا كان هناك معلومات أو ما شابه ذلك بأن هناك محاولة لتكرار أزمة السكر، وهو هنا في نفس المؤتمر تحدث عن أو تساءل سؤالا استنكاريا، لماذا توقف عدد من المستوردي السكر عن استيراده في الفترة الأخيرة مما أدى إلى نقص في المعروض وإقبال كبير على سكر التموين. إذن حصلت فجوة، باعتراف الوزير حصلت فجوة في السوق ناتجة عن أن المستثمر أو المستورد القطاع الخاص أحجم على الاستيراد في هذه الفترة، فأدى إلى عجز نسبي. هذا العجز النسبي جعل تجار لديهم السلعة يشعرون بأن هناك إمكانية في زيادة المعروض، فعملوا على احتكار هذه السلعة أملا في زيادة أسعارها، إضافة إلى العابسين ممن يحاولون اختلاق الأزمات في الداخل. فهو هنا بيتحدث عن أن هناك احتياط استراتيجي تم تأمينه من القمح، وتم استيراد كميات من السكر، أصبحت السلعة موجودة الآن، وهناك حديث عن استيراد أرز. برضو احنا محتاجين نعرف هل انت الوزير هيستورد ارز ليه واحنا عندنا محصول الارز خلاص تم جني، والمفروض يعني يبقى في اسراع في جمع الارز من الفلاحين لحتى مع من الفلاحين، وفي نفس الوقت توفير احتياطي استراتيجي. هنا زي ما حضرتك ذكرت ان الحكومه لازم تتخذ اجراءات لمنع الاحتكار، كمان مش عايزين نغفل ان المواطن كمان لازم يكون ليه دور في مواجهه احتكار بعض السلع ويمكن محاربه الغلاء بشكل ما. يعني ازاي ممكن المواطن يلعب دور في الموضوع ده؟ هو المواطن يلعب دور وانه يتصدى لاي عمليات تهريب او اي عمليات احتكار يعلم بها، لان هناك محتكرين تم ضبطهم مخزنين هذه السلع، هناك منافذ تموينية كانت بتبيع السلع للسوق السوداء. يعني المواطن لما تروح للمنفذ تمويني بتاخد على البطاعة بتاعتك حصتك من السكر والأرز والآخره، وتلاقي المسؤول التموين أو مسؤول المنفذ بيقولك لا مفيش سكر، خد سلعة بديلة. لا تمسك بحقك ولا تحصل على سلعة بديلة، لأن من المؤكد أن هذه السلعة إذا كانت متوفرة لديه ويحجبها فإنه بيبيعها من الباب الخلفي لتجار السوق السوداء. على المواطن أيضا هناك في لجنة تم تشكيلها ليس للتسعير ولكن لحساب ما يسمى بتكلفة المنتج وتحديد هامش الربح المعقول. هيعلن سعر استرشادي، سقف للسعر استرشادي للمواطنين، عليك أن تتمسك بهذا السعر الاسترشادي وترفض أن تحصل على سلعة بسعر أكبر، وإذا كان هناك جشع أنك تلجأ للجهات المسؤولة بحيث يكون في تصدي شعبي. لو اتكلمنا عن فكرة المقاطعة اللي يمكن تم يعني الأخذ بيها في فترة من الفترات الماضية، يعني إزاي ممكن تكون الفكرة مؤثرة أو إلى أي مدى تكون مؤثرة؟ لكن لا نكون حالمين، المواطن يقاطع السلعة التي تمثل لديه رفاهية يستطيع الاستغناء المؤقت عنها. يعني مثلا إذا قاطعت اللحوم هتقول أنا بقاطع اللحوم لارتفاع سعرها وبتلجأ لسلعة بديلة، بروتين بديل زي الأسماك أو الآخره. إنما هو ما عنديش سكر يعمل كوباية شاي، هنقول له قاطع السكر إزاي؟ السكر ارتفع وهو ما عندوش سكر يعمل كوباية شاي أو يحلي كوباية إنسول لطفل صغير أو الآخر، مش معقول هنقول له قاطع. المقاطعة سلاح عندما يكون هناك بدائل. إزاي وصل بينا الحال لكده؟ يعني مش بس أسعار السلع اللي ربما ارتفع يعني تمنها زي اللحوم والدواجن والأسماك، كمان وصل لأقل سلعة وهي السكر. ليه؟ لأننا الإنتاج الشعب من أجل لابد وضع استراتيجية عامة لزيادة الانتاج، لأن هناك النظرة الاقتصادية السعر يتحدد وفق المعروض العرض والطلب، هناك طلب والمعروض لا يفي باحتياجات طلب السوق، فبالتالي بيحدث تعطيش للسوق أو شح في السلع داخل السوق، فيصبح هنا بيطلع بقى المحتكرين وإلى آخره يرفعوا الأسعار. الأصل إن احنا نوفر السلع قبل حدوث فجوة في الأسواق عن طريق المخزون الاستراتيجي، عن طريق التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية والإنتاج
في الاسواق المصريه. يعني عندنا ازمه في انتاج اللحوم، المفروض يطلع انه نعود الى قانون منع ذبح العجول الصغيره، اللباني العجول الصغيره، لان ذبحها وهي صغيره بيتأدي وزن ضئيل في انتاج اللحوم. لو منعنا ذبحها وتحولت الى مشروعات تسمين هيرتفع نسبه المعروض في السوق من اللحوم. ايضا ليه بترتفع؟ لان تكلفه الانتاج هي منظومه كبيره، تكلفه الانتاج عاليه، لان الدولار النهارده الدولار سعره مرتفع، فاللي بيستورد ذره صفراء والى اخره ومكونات الاعلاف اصبحت مرتفعه الثمن، والاعلاف اصبحت بالتالي مرتفعه، فتكلفه الانتاج على المربي بترتفع، فهو بيضطر يرفع السعر للتغطيه. يعني انا عشان يعني اذا الموضوع يحتاج لنظره شاملة يعني ربما اجراءات صارمه لحل موضوع ارتفاع الاسواق. وده سريعه الاجل بتوفير سلع موجوده في الاسواق وسقف للربحيه، متوسطه الاجل، العمل على زراعه المحاصيل السريعه في دوره زراعيه، مثلا ارز بنزرع ارز، نحدد مساحتنا، محتاجين اعلاف، نزرع المواد اللي بتدخل في مكونات الاعلاف، طويله المدى استصلاح اراضي جديده، وده بيتم في 500 فدان، تم 500,000 فدان تم طرحهم للمستثمر الصغير. ده من الممكن وضع دورات زراعيه، نشوف السوق بتاعنا محتاج ايه ونعمل على زراعه المواد المصنعه للاعلاف بحيث نحقق اكتفاء ذاتي من المواد الأساسية بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. دي بعض الأفكار المطروحة من حضرتك، ويمكن بعض الأطروحات يمكن تساهم بشكل كبير في حل مشكلة الأسعار اللي بتظهر على الساحة دائما بشكل مستمر بين الحين والآخر. خلينا نروح للصفحة الرابعة بنطالع خبر حول البرلمان. الخبر بيقول البرلمان يرحب بترك الحكومة مهمة العدالة الانتقالية للمجلس. طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي والأعضاء يقولون الشعب صاحب الحق في المصالحة من عدمه. أيوة. يعني خلينا نوضح للمشاهدين أهم بنود العدالة الانتقالية. هو العدالة الانتقالية دي نص المادة 241 من الدستور بيقول يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية. ده نص المادة 240 من الدستور، ملزمة للبرلمان بإصدار قانون العدالة الانتقالية في فترة الانعقاد الأولى اللي هو الآن، وبالتالي هذا القانون يحتاج إلى حوارا مجتمعيا موسعا واقتراحات نصوصه حتى يكون الشعب المصري هو صاحب القرار في كل ما يتعلق به من مصالحات. طب من وجهة نظرك أسباب ترك الحكومة لهذا القانون كي يعني يبت فيه المجلس؟ هو ده أول قانون، هي مش تركه للبت، هو البرلمان هو صاحب أو السلطة للمناقشة. هو صاحب السلطة في مناقشة والبت في كل التشريعات، لكن في ثلاث جهات لها حق الاقتراح القوانين، اقتراح النصوص المبدئية اللي يتم مناقشتها في اللجان ومناقشتها في البرلمان، الرئيس، رئيس الجمهورية، والبرلمان، والحكومة. هنا القانون والرئاسة تركت البرلمان ليقترح بنفسه نصوص هذا التشريع، ونصوص هذا التشريع أعلن الحزب الوفد ممثلي حزب الوفد أن هذا المقترح سيكون مطروحا، أو الصيغة المبدئية ستكون مطروحة من حزب الوفد. أنا شايف أن الحكومة يعني تخشى أن يمسها الحرج من هذه في هذا القانون الحساس جدا، وتركته للشعب بكافة طائفه وممثلي الشعب ليدير حول حوارا مجتمعيا ليكون القرار قرار الشعب ويتحمل هو تبعات ما سينتهي إليه من قرار. طيب خلينا نرجع تاني للصفحة الأولى، وبنقرأ فيها تقرير عن لجنة استرداد أراضي الدولة، 400 مليون جنيه حصيلة مزادات حق الشعب. يعني شايف الرقم ده ازاي أستاذ أيمن؟ هو شوية 400 مليون حصيلة مزادات حق الشعب، هو مبلغ قد يتضاعف مع استمرار عمل هذه اللجنة التي أنجزت سريعا. هذه اللجنة
بتعمل على مراجعة تراخيص أو إسناد قطع الأراضي وإلى آخره للمواطنين ومدى التزامهم بنصوص التعاقدات ومدى سلامة الإجراءات القانونية التي بمقتضاها تم تخصيص هذه المساحات. وإحنا عارفين كان في بعض الناس بتاخد أرض مخصصة للزراعة ثم تحولها إلى منتجعات، فده بيرفع قيمة الربحية، ومخالفة قرارات التخصيص يجب أن يدفع الرجل اللي حصل على الأرض عشان يزرع ويوفر سلع وما ترتفعش الأسعار. ما هو الأسعار ارتفعت ليه؟ لأن السلع مش موجودة. المفروض ده هيزرع هيوفر فرص عمل لمزارعين وشباب، وهيوفر محصولات زراعية هتؤدي إلى ضخ كميات في الأسواق، وما يؤدي في انخفاض الأسعار، ما كلها مرتبطة ببعضها. ده حقق أرباح خيالية إنه عمل منتجعات وعمل قرى سياحية وإلى آخره. إذن عليه أن يدفع فارق القيمة المضافة. أنت واخد الأرض دي زراعة ب50,000 جنيه الفدان، أنت المتر عندك تكلفته 50,000 بعد ما حولتها منتجعات، فهنا لا يدفع. يا إما يتم طرح الأراضي دي في مزادات، وبالفعل تم طرح عدد من المساحات لمخالفي ومن لم يلتزموا بشروط المصالحات ودفع فروق الأسعار، وعرضها في مزادات حققت 400 مليون جنيه. أعتقد أن هناك ثغرات كبيرة جدا فساد في مجالات التخصيص إذا استمرت اللجنة على هذه الوتيرة من العمل الدؤوب في ملاحقتهم، ستحقق أرباح أكثر من ذلك بكثير. طب إزاي الحكومة يبقى عندها رؤية واستراتيجية لمحاربة ربما زي ما بنسمع مشاكل كتير بخصوص السطو على أراضي الدولة والسيطرة عليها؟ نمرة واحد، إن أول حاجة مراجعة كافة قرارات التخصيص. أنت خلاص هو خدها بسعر متدني هو، بس لكن عقد مع الحكومة ما تستطيعيش ترجعها عشان تحافظ برضو على إيه؟ على الاستثمار. ما يقولش أنا هاخد النهاردة طب إيه ضمني ما يجيش حكومة بعد كده. لا، تراجع قرارات التخصيص، اللي يخالف يحصل على القيمة المضافة منه. نمرة اتنين، تحديد شروط التخصيص وبدقة وموضوعية والقيمة السوقية فيما سيتم تخصيصه بعد ذلك من أراضي. ثلاثة، يتم إلزام من خالف الترخيص مثلا بالحصول على نصف الأرض إذا عجز عن التسديد. يعني العمل على وضع ضوابط للتخصيص الجديد، مراجعة التخصيصات السابقة، مواجهة الفساد بيد أو بقبضة من حديد. طيب خلينا نروح للصفحة 7، وفيها خبر سياحي بيقول لوفتهانزا العالمية تروج لمصر سياحيا. سفير ألمانيا بيقول مصر تعيش الاستقرار والطائرة تجوب 100 دولة. يعني قامت شركة طيران كبيرة زي شركة لوفتهانزا بالترويج لمصر سياحيا. إزاي ممكن نستغل هذا الحدث في الترويج أكثر وبشكل أعمق للسياحة؟ ده خبر مهم، وده خطوة مهمة جدا من هذه الشركة العالمية، وهي شركة طائرة نقل، اللي كانت أول رحلتها طائرة نقل عملاقة، أول رحلتها بترفع العلم المصري والعلم الألماني، وستجوب 100 دولة ترفع فيهم العلم المصري والألماني وتحمل عبارات داعمة للسياحة المصرية، مرحبا مصر، باللغات عدة. هذا يعني مبادرة جميلة جدا من الممكن البناء عليها والممكن ترويجها بشكل كبير جدا على الإعلام المصري والسفراء والمسؤولي المسؤولين الثقافيين في السفارات المصرية في العالم، عليهم إبراز ذلك والتواصل مع وسائل الإعلام الغربية ومحاولة إبراز مثل هذه الأخبار الإيجابية عن مصر، وعلى وزارة الطيران المدني وفروعها من الطيران التجاري والآخره التواصل مع عدد من شركات الطيران الأخرى لمحاولة الترويج. في ده كله بيسهم مرحليا
في تدعيم السياحة، وأيضا هناك عوامل كثيرة جدا منها ما حدث مؤخرا من مؤتمر في شرم الشيخ بالاحتفال بذكرى مرور 150 عام على البرلمان المصري في حضور وفود من أكثر من 35 دولة. ده يؤكد أيضا أن هناك أمن وأمان. كل هذه الدعاية الغير مباشرة لمصر تسهم في عودة السياحة. طيب تعليق حضرتك على انه دولة اوروبية هي اللي تروج لمصر سياحيا في هذه الظروف، شايفها؟ لا، هي دعم كبير جدا، ودولة صديقة، وهذه الدول والشركات العالمية يظهر معدنها في مثل هذه الازمات. ايضا انا عايز الترويج السياحي محتاج برضو استراتيجية عميقة بحلول جذرية ليست قشرية. احنا عندنا كنوز، يعني عندنا رحلة العائلة المقدسة والسياحة الدينية. احنا عندنا الغياب في الاهتمام بالسياحة الدينية. اذا تم تنظيم قوافل مرور او السير في طريق العائلة المقدسة في مصر ودير سانت كاترين والاخره والمغارة التي جلست فيها السيدة مريم، وفي سياحة دينية اسلامية، وفي عيون موسى والاخره، الاهتمام بالسياحة النوعية. احنا عندنا سياحة شاطئية دي انضربت في بعد العمل الارهابي اللي استهدف الطياره الروسيه وما احيك بمصر من مؤامرات. اذا الاهتمام بالسياحه بكل اشكالها والاهتمام بالسياحه النوعيه في هذه الازمه، بحيث يكون عندي عامل جذب اضافي، عامل جذب الشعور الديني الى جانب الجذب. طيب خلينا من السياحة نروح لخبر خفيف بعض الشيء، الحقيقة هو خبر إيجابي بنقرأه من الصفحة الخامسة. بيقول تقرير عن مبادرة بقرية سندوة بمحافظة القليوبية في تيسير الزواج، مطالب بتعميمها على باقي المحافظات. سندوة تتخلى عن المهور والأساس لتشجيع الشباب على الزواج. المبادرة تتضمن إلغاء الشبكة والنيش وحجرتي السفرة والأطفال، تقر شروط لحفظ حقوق الفتيات. يعني ازاي تمثل هذه المبادرة بالفعل تخفيف عبء عن الشباب، وازاي ممكن نعممها بشكل اكبر؟ مبادرة ايجابية جدا، بتخفف من اعباء على كاهل الشباب، وتسهل يعني عملية الزواج والارتباط. لها جانب مهم جدا بانها بتساهم في بناء أسر جديدة، بتخفف من حدة الكيرف، الارتفاع كيرف مستوى العنوسة، بتخفض من نسب الانحراف المحتملة للشباب المتأخرين في سن الزواج. يعني هي لها جوانب دينية وجوانب اجتماعية وجوانب أسرية هامة جدا. هو هنا المبادرة بتتحدث عن هذه القرية، جلس أبنائها وقادة الرأي بها واتفقوا على إلغاء المهر والشبكة والنيش والسفرة وأوضة الأطفال، يعني الغرف اللي هي ممكن تأجيلها، يعني أوضة الأطفال ممكن تؤجل إلى حين يأتي الأطفال. السفرة في الريف يمكن ما بتستخدمش، بتبقى يعني حاجة إضافية. لكن في النهاية هم اتفقوا أيضا على ضمان وحماية حق الفتاة بأن يتم كتابة القائمة وكتابة حقها وثمن هذه الأشياء في القائمة الخاصة بها في حال لا قدر الله حدوث أي شيء في العلاقة، بتحفظ حقها الكامل. يعني هم ويسروا يعني على الشاب، يعني إذا تم تيسيرها ولكن حفاظ برضو على حقوق الفتاة. وهنا بقى مدى ابتكروا شيء جميل لردع المخالفين لما تم الاتفاق عليه، وهو المقاطعة المجتمعية لحفلات الزفاف الخاصة بمن يخالفون هذا الاتفاق. الذين يبالغون في المهور ويبالغون في حفل الزفاف والاكره، مش هيلاقي حد يحضر له حفل الزفاف بتاعه. فده مقاطعة مجتمعية كويسة، مبادرة كويسة، يمكن تعميمها في كرة أخرى وفي مصر بشكل عام. إذن هي مبادرة بالفعل إيجابية، ولو تم تنفيذها بالشكل الإيجابي هيتم بالفعل يعني ربما السيطرة على غلاء المطالب الزوجية أو مطالب مصاريف الزواج. يعني بشكر الأستاذة حنان عليوة زميلتنا العاملة الموضوع حلو ده فروزة يوسف. نعم، بشكر الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن عبد المجيد رئيس القسم السياسي بالجريدة روزا اليوسف، شرفتنا يا فندم. أشكرك جدا، شكرا. أيضا مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم، واستنونا غدا بإذن الله وحلقة جديدة من الصحافة اليوم. إلى اللقاء.